اسمه جوان مصطفى، رئيس جمعيه نداء القلب ومن الجاليه المغربيه. جيت انا للمغرب، رجعت انا والمدام ديالي الزوجه ديالي، مشينا استقرينا هنا في المغرب. مع الاسف كونا واحد الجمعيه، جمعيه نداء القلب، وكنضحيو من المال الخاص، ما عندنا حتى شي دعم حتى شي واحد. وهذا السيد هذا المستشار الجامعي ما عجبوش حال علاش درنا هذه الجمعيه وكتقرص علينا، وماشي مره ماشي جوج. واحد المره كان غادي يحيد فيها عينيه كاع بساروت الجمعيه داخل مقر الدرك الملكي، وتغير المحضر بواحد القدره قادر الله اعلم. داروا بالتبادل السب والشتم. السيد دعيته جوج مرات، انا دعيته في المحكمه، ورغم ما كيحضرش، ما عمره حضر في اي جلسه، ودائما كتحكم بالتبسوطي. شكون اللي كيحمي هذا السيد؟ الله اعلم. حنا شكون غادي يحمينا؟ ما كاين حتى واحد غادي يحمينا. اذا لما غنوجه هذا النداء، حنا دائما غنبقاو نعيطوا على صاحب الجلاله، فين ما كان شي مشكل نعيطوا على صاحب الجلاله، هادشي راه بزاف. انا جاتني كاع واحد الفكره، ان زوجي مشكله تما كاع الخويا هذا المغرب، انا تما يسمح لي بغيت نبيع الدار ديالي ونزيد بحالي على الخويا هذا البلاد. الزوجه ديالي الفرنسيه ما بغاش فيا، كتحكي ما عجبها المغرب. وكنت كنفكر كاع باغي نمشي ندير واحد اعتصام داخل السفاره المغربيه في باريس، لان هادشي بزاف، لان نجي نرجعوا لبلادنا وحنا ما محميينش داخل بلادنا. اذا خصنا نشوفوا شحال، واش نمشي عند السفاره الفرنسيه تحميني؟ ولينا غنديروا سميتو الحمايه الفرنسيه مره اخرى. انا كنعتبر راسي مغربي وكنعتبر راسي جاي لبلادي، خصنا اللي يحميني. باش هاد السيد انا تكرفص عليا وعنده جوج دعاوي معايا وكدوز بالسوسي، كاين واحد الناس كبار اكثر من 60 عام ضربهم، ورغم هذاك الشيء كيدوز بالسوسي. احنا هنا في هذه الوقفه للتنديد لواحد المستشار جماعي اللي تنوصفوه بالبلطاجي، اللي اعتدى على واحد المجموعه ديال المواطنين من بينهم العم ديالي انا، اللي هو ضحيه دروكا وداخل القاعه ديال المحكمه عندهم التقديم اليوم، اللي تتوفر على شهاده طبيه ديال 22 يوم، عنده احكام سابقه اللي تتفوت العشرة ديال الاحكام كلها موقوفه تنفيذ. حنا من هذا المنبر هذا تنادوا يعني بالعداله ان تاخذ الحق ديالنا، وبان هاد الناس هادو يعني هاد الشخص هذا اكثر من عشرة القضايا كلها باحكام موقوفه تنفيذ مع الغرامه، يعني تيتمادى في المسائل ديالو، ولكن العداله يعني تنحملوها المسؤوليه فهاد الاحكام، لان غدا ولا بعد غدا ممكن ان يوقع هو ضحيه ولا يقتل شي حد، وراه حنا من هذا المنبر تنحملوهم المسؤوليه وتنطلبوا يعني بالحقوق ديالنا، وبان يعني ضرب يد من حديد على يعني هاد الاشخاص اللي كيعنفوا المواطنين، وبحكم انه هو المسؤول يعني خاصو يعني يقلب على التنميه ديال الشباب. حنا المظلوميه ديالنا عند المستشار الجماعي اللي ما بغاتش تفهم، اللي كل نوبه تيعتدي على واحد وما بعد الحضور ما تيشجعش في المحكمه هذه وحده. انا وقع لي معاه مشكل واعتدى علي انا واحد السيده اخرى ما حضرش معنا هنا، سبعه ديال الجلسات مشى لنا ديالنا وتضربنا وعندنا سيرتيفيكا فيها 35 يوم. هاد السيد عمره ما وقف معنا في شي جلسه الا بالمحكمه. حنا اللي تنستغربوه دروكا هو حنا في دولة الحق والقانون ودولة المؤسسات تنطالبوا بالانصاف ديالنا وبالانصاف ديال هاد الناس اللي مظلومين. وهاد السيد علاش ما تيمتدش بعد المحكمه؟ علاش اللي ما كيحضرش في المحكمه؟ ما عمر هاد السيد حضر في شي جلسه المحكمه من فوق 12 اعتيده، وكل هما تيكونوا بموقف التنفيذ. حاجه اخرى اللي بغيت نقول انايا باش ما نطولوش الهضره، غادي نقول لها واحد القضيه. برنامج مطلوق بلوقه تلقوا سيدنا نصر الله ديال النموذج التنموي ما تنحاصرش غير في قنيه وفي الدجاج، تنحاصر في القضاء بعدا بالدرجه الاولى، لان العداله هي اساس التنميه، تنتشر في التعليم في الصحه في جميع قوانين الانسان. حنا الطلب ديالنا هو الانصاف ديالنا مع هذا الشخص هذا اللي عنده هذه الحصانه، حنا ما فهمناهاش. اذا كان جايب هذه الحصانه من شي دوله اخرى وكانت عنده شي كفاءات اخرى، تعيطنا المحكمه وتنصفنا وتقولنا سيروا في حالاتكم. على حسب واحد المحامي ديالي قال لك عنده قضايا اكثر من هادو، ودائما كتجد سورتي شكون اللي كيحمي ما عرفناش. اذا هذا السيد هو محمي وحنا ما نتحملوش، اذا هذا عام مستشار جامعي، ربما الا كان وزير ولا كان شي حاجه اخرى ما عرفتش غيدير لنا، غادي يقتلنا. انا العين ديالي كانت غتمشي ليا، وداخل الدرك الملكي السيد زوين وامام الكاميرا، وكل ما كانش لا جدان تما كان اللي كان قديم اللي كان داروا الانتقال، اللي دفعوا داخل الدرك الملكي
المقر وقلب الكراسه كاملين ولا اعتقلوا ولا داروا شي حاجه. اذا بغينا نعرف واحد السؤال، شكون هذا السيد اللي كيحميه وحنا واش محميين لما محميينش؟ ما كان ما كداش محميين يقولوا لنا نمشيو نخوه قاعد البلاد سيدي، اعطونا الحق باش نبيعوا هاد الماكله عندنا باش نخرجوا رجعوا الثقله ورجع انا وولادي نمشيو نخليوا هاد البلاد.